كابتن شطه، النادي الاهلي الحمد لله بيؤدي بشكل جيد، الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي بتؤدي بشكل جيد خلال الفتره الاخيره. اخر مباراه استطعت ان تفوز على طلائع الجيش برباعيه مقابل لا شيء باداء رائع. عندك بكره مباراه امام الداخليه، شايف طريقه لعب النادي الاهلي والاريحيه اللي بيلعب بيها اللاعبين خلال المباراه الاخيره، هل هنقدر نلعب كده بكره والمباريات القادمه، ولا مع ضغط المباريات الامور هتتغير؟ يا كابتن اسلام، ما فيش نادي في العالم يلعب بكميه المباريات دي، بطولات عالميه وبطولات افريقيه ودوري وسوبر وكاس سوبر محلي وسوبر افريقي. انا من كام يوم شاهدت برنامج واحد طلع كده بيعمل احصائيه، بيقول لك ليه النادي الاهلي يعني زي النادي الاهلي زعلان عشان بلعب، عمل لي احصائيه كده من انديه في انديه من اسيا وانديه مش عارف ايه. الكلام ده ما يخش الدماغ. النادي الاهلي بيلعب كل ثلاث ايام ماتش، صح؟ يعني عايز تقنعني دلوقتي النادي الاهلي من يوم ما بدا يشترك طول الموسم دلوقتي جاي تقول لي اصل في انديه لعبت وخلصت الدوري قبليه ومش عارف ايه؟ يعني النادي الاهلي يلعب كل يوم ماتش يعني ولا يعمل ايه؟ ما عليك شباب، الدوري مضغوط، احصاءات لا قيمه لها ولا معنى لها. والله برافو عليك يا كابتن شطه، والله العظيم برافو عليك. طب انا عايز اسالك سؤال يا كابتن، بما انك دخلت في هذه المنطقه، هو السؤال هنا، طيب لو مش النادي الاهلي اللي وصل نهائي دوري ابطال افريقيا، نادي اكس اللي وصل، هل كان مش كان هيتاجل له كل هذه المباريات؟ بالتاكيد جاي دلوقتي انت يعني انت عايزني انا دلوقتي اسيب البطولات الافريقيه عشان العب الدوري المحلي؟ انا العب معاك الدوري المحلي، لكن انت بقى هتخلي جدولك مظبوط، وبعدين ما تجيش تضغط لي في شهر تلعبني 20 مباراه، ما ينفعش الكلام ده. فبالتالي انا بقول لك الحته دي ما يجيش حد يطلع يعمل احصائيه يقول لك ما الهلال مش عارف ايه لعب ومش عارف الفريق لعب، ما هيعمل ايه؟ الفريق الثاني كان بيلعب كل اربع خمس ايام ماتش، انا بلعب كل ثلاث ايام ماتش، طب اعمل ايه في الحاله دي؟ وبعدين انا حقيقه بحيي مستر كولر، بحييه تماما، راجل حقيقه في منتهى الذكاء ومنتهى الخبرات اللي تخلينا نحس احنا دلوقتي بنتعامل مع شخص يعني الحقيقه لا يأبه بمين يلعب ولا مين، عشان عنده حاجه اسمها هدف قدامه، كل لعيب بياخد حقه وكل لعيب بينزل في فتره معينه حاسبها له، وفي مرات الحقيقه بيسيب لعيب ما يلعبوش عشان يدي فتره راحه اكبر، وده حقيقه دي معادله دي ولا الكمبيوتر يقدر يعملها. يعني الحقيقه انا بحييه انه ازاي بيحط التشكيل وازاي بيبص عليه. ده النادي الاهلي ما بيتمرنش، النادي الاهلي من الماتش يعني يا دوب بقى يعني ريكريشن كده وحاجات كده بقى ايه خفيفه، وبعد كده مش عارف تكتيك بسيط وبعد كده يلعب وهكذا. فبالتالي يعني الاصلاح حتى والوقت اللي مسموح للمدرب عشان يجي مثلا يعمل اي حاجه فيه مش هيلاقي وقت، فبالتالي ما فيش حد بقى يقعد يضغط على النادي الاهلي ولا تسمعني النادي الاهلي واسمعني النادي الاهلي. النادي الاهلي محقق لمصر ولافريقيا كلها حاجات ما حصلتش في الدنيا كلها. فانا هي اتمنى انه الناس ما يعوزش يقول اسمعني النادي الاهلي والنادي الاهلي بيتعب ايه. النادي الاهلي نادي بطولات، نادي بيخلق بطولات لمصر، وبعدين بيخلق لعيبه للمنتخب وللمنتخب الاولمبي وحتى الناشئين. فانا اتمنى انه الناس، امبارح بسمع برضه كمان في لقاء من غير ما اذكر اسمه، والنادي الاهلي لو كان مش عارف ايه عمل ايه، مش كانوا بقى اجلوا له مش عارف ايه وكانوا مش عارف عملوا له ايه وكانوا حلوا لجنه الحكام لو النادي الاهلي طلب؟ النادي الاهلي طول عمره بيطلب وبكون في مواقف يعني مهمه جدا لاصلاح الكره المصريه، ومع ذلك عمره ما طلب انه يعني ينسحب. فبالتالي ما مش عايزين نتكلم يقارن النادي الاهلي بامور تدخله في النادي الاهلي ليس طرف فيها. فبالتالي يعني انا اتمنى انه الحقيقه الدوري صعب جدا، النادي الاهلي بيخوضه بشكل صعب جدا، والحمد لله انه نتائجنا ماشيه كويس. ما فيش حد في الدنيا قالوا لي 20 مباراه يا شهر ونص في 47 يوم. كم مباراه؟ 18 كم يا جماعه قولوا لي؟ 15 16 مباراة، 16 مباراة في 45 يوم. احسبها ثلاث، اذا كان 3 في 16 ب 48. 8 ما هي 48 47 يوم تقريبا. ما انا بقول لحضرتك معناها اليوم الثالث بتلعبه اذا كان او الرابع، يعني معناها انت اساسا. وبعدين يقول لك ايه يا كابتن شطه؟ النادي الاهلي مش مضغوط، احنا يعني في فرق ثانيه تقول لك احنا اللي مضغوطين. أول أنت ما سمعتش الكلام يعني؟ والله أنا بسمع يعني أنت مضغوط في للأسف الشديد في 10 أيام، لكن أنت مضغوط في 50 يوم. صحيح صحيح. وبعدين لا يقول لك إحنا مش زي يا جماعة، ما إنجلترا بتبقى مضغوط، البوكسنج دي ده بيبقى لمدة أسبوع أو 10 أيام، وبعدين بيرجع يلعب مباراة كل أسبوع. لكن أنت البوكسنج دي بالنسبة لك شهرين أو 48 يوم. يعني أنا رأيته، أنا 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 يعني نفسي، انا كنت في الاتحاد الافريقي 20 سنه طبعا، يعني كنت بتابع
بتابع الحقيقه، بتابع المباريات الافريقيه كلها. يعني النادي الاهلي عشان تواجده في كل المحافل وتواجده في ماتشات صعبه جدا وبيلعب مبارياته، وبعد كده دلوقتي يعني بيرجع من الماتش الاولي الماتش الخارجي يجي ثالث يوم ولا رابع يوم بيلعب، يعني كمان فيها فتره سفر. فيا جماعه يعني النادي الاهلي ما يلعبش بطولات افريقيه، يعني النادي الاهلي ما يمثلش مصر في المحافل الدوليه، نعمل ايه طيب؟ فاتمنى انه بس يكون في نوع من التقدير ونسمع كلمه حلوه للنادي الاهلي، عن النادي الاهلي مش كلها يعني كلها اسمعنا انتقادات والنادي الاهلي فوق الانديه كلها، النادي الاهلي النادي الاهلي نادي يعني ملك مصر، والنادي الاهلي ملك جمهوره، النادي الاهلي بيحاول يعمل اللي يقدر عليه بدون اي شوشره. اديك شايف النادي الاهلي صامد ازاي وصل الاحداث دي، ولا طلع ده حضرتك انت عارف ان النادي الاهلي بيحاسب على صمته؟ يعني يقول لك اصل يعني النادي الاهلي ورا حاجات بتحصل، لكن النادي الاهلي حتى في صمته بيتم حسابه. يعني انت مواضيع مالكش دعوه بيها ولا ليك علاقه بيها وما بتدخلش نفسك بيها ولا من قريب ولا من بعيد، وتلاقي نفسك بتتحاسب برضه. ما خلاص انت دلوقتي بكل جمله مفيده لازم تحط اسم النادي الاهلي. النادي الاهلي يعني الحقيقه نحيي مجلس ادارته وكابتن محمود الخطيب والناس اللي حقيقة والاجيال السابقه كلها ماشيين على وتيره واحده. لا انت قدامك حاجه ده هدفك قدامك، لا تابها بما يحدث يعني حواليك الا اذا كانت هناك امور تمس يعني سمعه النادي او تمس حاجه تخص النادي بشكل مباشر، لكن الحاجات دي كلها حوالينا. يعني النادي الاهلي الحمد لله الكبير كبير يا كابتن اسلام، ونحن سعداء جدا انه النادي الاهلي يعني بتقوده يعني مجلس اداره يعني خبرات كبيره جدا موجوده وكلهم ابناء النادي، ودي حاجه الواحد سعيد جدا بيها انه يعني متواجد في نادي بالشكل دوت، وفخر لنا كلنا وفخر لمصر وفخر للعرب كمان. واتمنى انه بس الامور تهدا شويه ومحدش بقى ايه يقول النادي الاهلي والنادي الاهلي. النادي الاهلي ان شاء الله عنده هدف، مدربه عنده هدف، اللاعبين عندهم هدف،